العملية التي جاءت بناء على معلومة أمنية وردت إلى الفرقة وبعد إخطار السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم المختص إقليميا، تم استغلال المعلومة وترصد المشتبه فيه الرئيسي، أين تم الإيقاع به وتوقيفه متلبس رفقة شريكه في الصفقة وبحوزتهم كيس بلاستيكي يحوي على 2 كيلوغرام و20 غرام من الكيف المعالج مشكل من 21 صفيحة ومبلغ مالي مقدر ب 14 ألف دينار جزائري يعتبر من عائدات الترويج.